بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين وبصحه جيده. معكم مصطفى قناه تيوك. اللي بيسمعنا لاول مره وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس توصل له كل محتوى القناه والوضعيات الادماجيه، وكمان اللايك ما تبخلوش علينا باللايك. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، مش هيكمل معاك سنه ومش هيفرق معاك، بيفرق معانا احنا، بيدعمنا وبيسندنا وبيرفع الفيديو وبيخلي الناس كلها تشوف الفيديو. حابه اعرفكم برضو ان انا فتحت قناه جديده اسمها يوتيوب معرفه، حابه ان انتوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل محتوى القناتين. القناه الثانيه الجديده مش هتكون موضوعات تعبير، هتكون قناه متنوعه، يعني هيكون فيها معلومات عامه وموضوعات تعليميه تهم جميع الطلبه وهكذا. تمام، النهارده تعبير عن عيد الام، وضعيه ادماجيه عن عيد الام. انا نزلت من يومين او ثلاث ايام برضو موضوع تعبير عن عيد الام، اطول من هذا التعبير، طويل شويه، ده موضوع قصير من 8 ل 12. لو عايزين اطول من ده شوفوا الفيديو الثاني، ان شاء الله هيعجبكم. تمام، السند: عيد الام مناسبه سنويه عظيمه ينتظرها الابناء بفارغ الصبر ويقدمون فيها الهدايا. تعليمة: تحدث في بضعة أسطر من 8 ل 12، من 8 ل 12 سطرا، من 8 ل 12 سطرا، عن أهمية هذه المناسبة وما هو شعورك وأنت تقدم لأمك هدية في عيدها، موظفا فعلا مضارعا وصفة، الصفة هي النعت. تمام، يعني وضعية إدماجية، طالب منينا من 8 ل 12، يعني 8 او 9 او 10 او 11 او 12، بعد 12 ستوب، ما فيش، مش هنزود عن 12، لازم نحترم عدد السطور اللي هو طالبها. هنكتب ايه في الموضوع؟ عن اهميه المناسبه، اهميه عيد الام. تمام، وشعورنا احنا وانت تقدم لامك، شعورك انت وبتقدم الهديه لامك، ايه شعورك؟ برضو هنوظف فعلا مضارعا، فعل مضارع وصفه، لازم يكون الوضع اللي من اللي هنكتبها يكون فيها فعل مضارع وصفه، الصفه هي النعت. يلا كده على الوضعيه: تحتفل الكثير من بلدان العالم بعيد الام، وعيد الام فرحه رائعه، يجتمع الابناء من اجل تقديم الهدايا. دي المقدمه بتاعتي كده، سطرين، مقدمه سطرين. المقدمة بتكون إثارة وتشويق، ممكن لمحة عن الموضوع اللي بنتكلم عنه أو تعريف الموضوع اللي بنتكلم عنه أو ناخد من السند. فأنا هنا عملت إيه؟ خليتها كده لمحة عن الموضوع اللي بتكلم عنه، ممكن ناخد من السند، يعني عيد الأم ممكن نكتب دي السطرين دول: عيد الأم مناسبة سنوية عظيمة ينتظروها الأبناء بفارغ الصبر ويقدمون فيها الهدايا. ممكن ناخد من السند ونخليها دي مقدمة، فاللي تعجبكم ممكن تكتبوا دي أو ممكن تكتبوا دي. تمام، ندخل على العرض، أسيب بياض برضو زي المقدمة. في 21 من مارس من كل عام عيد الأم، وهو يوم مهم ومميز في عائلتنا، وفي هذا اليوم نعبر عن حبنا لأمهاتنا واعترافا لها بفضلها وتضحيتها ورد الجميل لها، ولو بشيئا بسيطا في سبيل ما تقدمه لنا من حنان وعطاء وتضحيات. أنا أحب أمي كثيرا، وكم أشعر بالراحة والسعادة وأنا أقدم الهدية البسيطة في عيدها، فتشعر بالسعادة مثلما لا تفعل شيئا في حياتنا سوى أن تجعلنا سعداء. كده العرض خلصت، أحط نقطة. اتكلمت في العرض عن الأهمية المناسبة، أهمية عيد الأم، وشعوري أنا وبقدم الهدية لأمي. تمام، هدخل على الخاتمة، أسيب بياض برضو زي المقدمة وزي العرض. الأم نعمة كبيرة وجوهرة ثمينة، ولا يعرف قيمتها إلا من فقد هذا الشيء، حفظ الله كل الأمهات. ويقول الشاعر هنا، الخاتمة خليتها كده دعاء، وبرضو استشهاد استشهاد بيت شعري. يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي. تمام، كده الخاتمة بتكون استشهاد بآية قرآنية أو حديث، مقولة، رأي، تقول رأيك، ممكن دعاء، تمني،
نصيحة استشهاد زي ما قلت لكم، تمام. وبتكون الخاتمة قصيرة زي المقدمة، ما تكونش طويلة، تمام. ده لو حسبناهم شفناهم كده عدناهم هنلقاهم ايه، ما يزودوش عن 12، يعني من 8 ل 12، تمام. يلا كده نشوف المطلوب عندنا في التعليمة. أهمية المناسبة كتبناها، شعورنا كتبناها، شعوري أنا بقدم الهدية كتبتها برضو، ذكرتها في هذا اليوم، دي الأهمية. وبرضو أشعر بالراحة والسعادة وأنا أقدم الهدية البسيطة في عيديها، دي برضو شعوري كتبته ذكرته. هنا عاوز برضو موظفا فعلا مضارعا. عندنا أفعال كثيرة مضارعة زي تحتفل، أنا حطيت تحتها خط هنا، سطرت تحتها تحتفل. في برضو هنا يجتمع، في أفعال كثيرة لو دورنا هو بس عاوز فعل واحد بس، تحتفل حط خط تحتيه. عندنا يجتمع، في عندنا برضو أحب فعل مضارع، تشعر دي فعل مضارع، في أفعال كثيرة، يعرف برضو فعل مضارع. عندنا برضو هنا بس حطيت خط على واحدة بس، هي اللي هي تحتفل، عاوز صفة أو نعت. هنا البسيطة، الهدية البسيطة، البسيطة ايه نعت. وهنا برضو في واحد تاني برضو رائعة، رائعة برضو نعت، بس ما حطيتش خط تحتي، انا حطيت على البسيطة واحدة بس، وعاوز صفة واحدة بس، تمام. وهنا برضو ثمينة برضو نعت او صفة، في اكثر من نعت وفي اكثر من فعل مضارع، تمام. يا رب الفيديو يعجبكم، وحابه برضو اعيد على امي بقول لها كل سنة وانت طيبة في عيد الام، ورب يحفظها لي ويديها الصحة والعافية ويحفظ جميع الامهات، تمام. يا رب الفيديو يعجبكم. كانت معكم من صفاء قناة يوتيوب، اشكركم على حسن الاستماع، والى اللقاء مع موضوع تعبير اخر ان شاء الله. يلا مع السلامة، اشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة الثانية اسمها يوتيوب معرفة. يلا مع السلامة، نشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، مع السلامة.